للمزيد حول توقعات العملات والأصول الأخرى للعام القادم معنا في استوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. رائد أهلا وسهلا بك. رائد، بعكس العام 2018-2019 كان عام إيجابي تقريبا لكل الأصول، إن كنا نتحدث عن أسهم، عملات نفط وحتى ذهب، وحتى بعض العملات أيضا سجلت ارتفاعات جيدة. ماذا نتوقع للعام 2020؟ لنبدأ من الأسهم بعد أن وصلنا إلى مستويات قياسية وخاصة بالأسواق الأمريكية. هل النظرة ما زالت إيجابية للعام 2020، علما أنه العام 2020 هو عام انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة؟ صحيح صحيح. يعني إذا بدنا ننظر لأسواق الأسهم الأمريكية، فدعمها الأساسي والرئيسي كان من اتباع الفيدرالي لميد سايكل، أو ما يسمى بالمرحلة المؤقتة ضمن سياسته النقدية في تحفيز الاقتصاد، أي أنه قام بتخفيض أسعار الفائدة 3 مرات بعد ما بدأ العام بمرة واحدة، توقعات بأن يتم تخفيض مرة واحدة أو لا يتم التخفيض. خفض الفائدة 3 مرات، هذا ساهم بتحفيز الاقتصاد بشكل كبير جدا. في نفس الوقت عندنا نحن أداء إيجابي في أسواق الأسهم منعكس على أداء إيجابي داخل الاقتصاد الأمريكي أساسا. يعني نحن عم يكون في عنا بيانات إيجابية من قطاعات الاقتصاد الأمريكي، حتى وإن كان هناك بعض التباطؤ مؤخرا في قطاع الصناعات التحويلية أو في قطاع الخدمات، ولكن لا يزال overall أو بشكل عام هو أداء إيجابي لسوق التوظيف وسوق العمل وسوق الصناعات التحويلية للاقتصاد الأمريكي. هذا يعكس أنه هو محفز بشكل إيجابي من السياسات النقدية وكذلك السياسات المالية التي اتبعها دونالد ترامب، إضافة إلى هذه السياسة الحمائية التي قدمها دونالد ترامب نوعا ما للمنتجات الأمريكية أو للأسواق الأمريكية بطريقة أو بأخرى. رجحت كفة الشركات الأمريكية والاقتصاد الأمريكي على وجه التحديد، وبالتالي هذا ما يفسر الارتفاعات القوية ويمهد أيضا لأن يكون العام القادم كذلك بنفس الارتفاعات. ولكن التخوفات فيما يتعلق بالإلكشنز أو الانتخابات ممكن أن تسبب بعض التوترات، لكن اللي شاهدناه هناك رغبة بالمخاطرة من قبل المستثمرين على الرغم من التردد الكبير في الصفقة التجارية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت بالعام 2019، إلا أنه أسواق الأسهم واصلت الارتفاعات. إذن المشترين خلينا نقول الراغبين بالمخاطرة لا زالوا موجودين، وأكدوا على ذلك بارتفاعات تفوق 30% خلال هذا العام. إذن الداو جونز حصد ما يقارب 50% من قيمته في الوقت الحالي خلال فترة دونالد ترامب، ومن المتوقع ومرجح بشكل كبير أن ينجح دونالد ترامب بالانتخابات القادمة، وهذا أيضا يعطي زخم إيجابي بالفترة القادمة لأسواق الأسهم على وجه التحديد. طيب دعنا نتحدث عن ذهب. ذهب عم بيسجل end of year rally، ارتفاعات ملفتة للذهب. هل الأمر فقط مرتبط بضعف الدولار، وبالتالي ماذا تتوقع للعام 2020؟ أعتقد هي إعادة تسعير في الفترة الحالية للذهب، الذي يعني في ظل الظروف الموجودة وفي ظل التخوفات في الأسواق العالمية ومخاوف النمو العالمي إجمالا يعود إلى تسعير نفسه فوق مستويات 1500 دولار للأونصة، طبعا بدعم من ضعف الدولار الأمريكي والمكاسب الضئيلة. كانت هي بنتيجة أنه في عنا نحن يعني بكل وضوح سياسة تيسيرية كانت خلال التعاملات هذا العام، وخفض في قيمة الدولار الأمريكي إجمالا سبب هذه ارتفاعات. لكن الذهب نتيجة قلة السيولة، نتيجة عمليات جني الأرباح على البيع على المكشوف أو الشورت سيلينج، اللي نزلت الذهب من مستويات 1550 وصولا إلى وصلت إلى 1430 أو قرابة 1440 دولار للأونصة. التخارج من عمليات البيع هذه والعودة للاتجاه العام الصاعد للذهب سبب هذه الارتفاعات في الوقت الراهن. أعتقد في عندنا سبيكوليترز أو مضاربين أكثر خلال هذه الفترة، بينما اللاعبين الأساسيين لا يزالون نوعا ما في مرحلة عطلة أو حتى غير مصرح لهم أو مسموح لهم بالتداولات خلال هذه الفترة من العام نتيجة أنه ضعف السيولة إجمالا. منذكر هون أنه الذهب يتجه لأن يسجل أفضل عام منذ العام 2010. طيب العملات، أي عملة تفضل؟ اليورو كان ضعيف أمام الدولار، الاسترليني سجل مكاسب سنوية، إذا عم نتحدث عن الأسواق الناشئة الجنيه المصري سجل ارتفاعات قوية، والروبل أيضا الروسي، أي عملة تفضل؟ أعتقد لا يزال هو الذي سوف يخطف الأضواء مجددا وسوف يكون هو الحصان
الحصان الأسود ويستمر بهذا الأمر هو الجنيه الاسترليني بالتقلبات الحادة. نحن نتحدث عن ناحية مضاربية هنا، التقلبات أي أن هناك مسافات كبيرة ممكن أن يقطعها هذا الزوج. في توضح أكثر فيما يتعلق بالبريكزيت وتوضح أكثر وعودته مجددا إلى مستويات متدنية دون 1.30 تهيئ المجال لمزيد من الارتفاعات مع أي انفراجات إيجابية فيما يتعلق بوضوح قضية البريكزيت، وفي نفس الوقت أيضا بناء العلاقات التجارية الجديدة. أعتقد طريق ممهد ليضيف أكثر من 700 نقطة خلال هذا العام 2020 إذا ما تمت الأمور بسلاسة وخروج سلس من الاتحاد الأوروبي. شكرا لك رائد قدر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. مع رائد مشاهدينا نصل لنهاية جرس الإغلاق، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.